عام لم يكن سهلاً على مؤسسات القدس الثقافية التي تصارع للبقاء في ظل ما تعنيه المدينة من تضييقات. مؤسسات مقدسية ناضلت هذا العام ونجحت في إنعاش الحركة بفعالياتها الفنية والوطنية وجابهت انتهاكات الاحتلال والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كافة القطاعات المقدسية. عشرات الفعاليات والأنشطة الثقافية انطلقت من قلب العاصمة، وكان لمركز يبوس الثقافي دور كبير في تنشيط الحركة بافتتاحها لقاعة فيصل الحسيني الذي استقبل على خشبته عشرات الفعاليات والأمسيات الفنية، وقامت باستضافة مؤسسات مقدسية كالمعهد الوطني للموسيقى الذي نظم مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب بدورته 9. أعطى هذا المهرجان فرصة للفرق الفلسطينية المتخصصة لإبراز التراث الموسيقي العربي. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل. مؤسسات ثقافية عدة تنافست لإثبات وجودها وتعزيز الهوية الفلسطينية في مدينة يخنقها الاحتلال بإجراءاته. ذلك لم يمنع حوش الفن الفلسطيني لإطلاق برامج الفنون البصرية التي نظمت على مدار العام، لعل أبرزها برامج التواصل المجتمعي كبرنامج استكشاف القدس، خاض فيه المشاركون تجارب فنية تفاعلية ملهمة كشفوا فيها منظور جديد عن الحياة الفلسطينية، عدا عن العديد من الفعاليات التي ينظمها الحوش لإثراء وتطوير المشهد الثقافي الفلسطيني. ورغم محاولات الاحتلال لطمس الوجود العربي، إلا أن ذلك لم يمنع مؤسسة الرؤية الفلسطينية التي كانت حاضرة طوال العام بمبادرات ومهرجانات أقيمت في قلب العاصمة، كمشروع حراك القدس الذي اختتمته في مؤتمر سلط الضوء على قضايا وعراقيل البيئة القهرية، عدا عن مؤتمر قمة الشارع الذي عقد في قرية الخان الأحمر لتعزيز الوجود في القرى المهددة بالتهجير، وركز على قضايا العملية التنموية في القدس. وداخل أسوار البلدة القديمة تألقت جمعية برج اللقلق هذا العام بعدة أنشطة اجتماعية، لعل أهمها دور العائلات المقدسية الذي شارك فيه 125 عائلة مقدسية. عزز هذا النشاط الروابط العائلية في المدينة، كما وحقق البرج إنجاز وطني باستعادة قطعة أرض تعود لعائلة النمري في البلدة القديمة حاول الاحتلال الاستيلاء عليها، وافتتحت كحديقة تخدم المقدسيين. حجم التهويد الحاصل في المدينة ومحاولات الاحتلال لتزوير الحقائق دفع التجمع السياحي المقدسي لافتتاح مركز موسى أفندي التفسيري، والذي يستهدف بشكل أساسي تحويل الروايات الفلسطينية إلى أعمال فنية تفاعلية. هذا المركز الذي انطلق من داخل أسوار البلدة القديمة هدفه الأساسي خدمة السياحة في القدس وتنشيطها. وكما عودنا دائماً المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي أن يكون مركزاً للإشعاع الثقافي بإنتاج وتقديم عروض مسرحية يومية واستضافة العشرات من الفرق المسرحية لتقديم عروضها. ما عرضناه في هذا التقرير ما هو إلا جزء بسيط من نشاطات المؤسسات المقدسية التي عملت خلال عام 2018 رغم شح التمويل والإمكانيات على الصمود والثبات، مؤكدة على الدور الفاعل للثقافة في الانتصار للقضية الفلسطينية. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.